جديده وكوره على الجول، تصدي عظيم لحارس اعضاء، كوره بعيده عن الزاويه. نينجولان راميلو لوكاكو، تسديده على المرمى ممكن يسجلها، نعم إليه. مع الربع الأول من المباراة هدف الانطلاق والبدايات. سامي خديرة، كرة سهلة وبالتالي استخلاصها يكون أسهل. هذه محاولة تسديدة قوية، أوه كرة جانبية، كرة على جناب المرمى. قراءة الكرة كانت ممتازة، هذا اللاعب رائع يا جماعة. بيكي ميس باس، كرة ليست دقيقة، هي باس، يا لروعة التصدي ولا أروع يا حارس. اون دو ممتازة كانت الكرة، يبدأ فيها هجوم، تمريرة صحيحة. هذا الفريق قل ونادر يفشل في الباسات، استعادة الكرة بدون خطأ ولا الهجوم. لو تردد شوية حارس المرمى المهاجم كان يوصل الكرة قبله. سواء في هذه الحالة أو في غيرها من الحالات عصام، حارس المرمى يجب أن يكون متيقظ ولا يتردد ولا لحظة. من الممكن أنها ركنية. بيكي إيفان راكيتيتش، كان بناء جيد جدا للكرة الأخيرة ولكن فقدوا الكرة في النهاية. سامي خديرة، اعتراض الكرة كان في محله، أظن سيخفف نسبيا الضغط على فريقه ولاعبيه. راميلو لوكاكو من هذه المسافة يحاول يسجل جول. الهجمة كانت منظمة ممتازة في بدايتها ولكن لقد ذهب أجويرو، مباراة القرن، تصدي القرن مش ممكن، هذا رأي تصدي غير عادي من حارس في الاعتيادي. سانتي كاتزورلا، تمريرة ولكن المحاولة بدأت بامتياز، كرة منظمة وسريعة ولكن في الأخير افتكت منهم الكرة. تم اعتراض الكرة في وسط الملعب. بيكي إيفان راكيتيتش، تمريرات متواصلة بشكل جيد لهذا الفريق. كلاوديو ماركيزيو، لاعب خب دفاع أمامه يسدد، كرة في الشبكة، التعادل. لوكاكو حذاري لعلها الفرصة، شوطة على المرمى، كرة بعيدة عن الهدف.
الثاني جرب حد الباص التقوية. جول! طبعا كانت كرة مستحيلة بالنسبة لحارس مرمى أمانة، يعني 2-1 ما كانش ممكن الحارس يمنع الهدف. ما تقدر حتى تلوم حارس المرمى على أنه يتصدى لهذه الكرة في غياب المدافعين، أصبح الآن هو في موقف لا يحسد عليه. نهاية الشوط الأول أصدقائي المشاهدين. بالنسبة لي كان أداء جيد في الشوط الأول. نتمنى أن يكون الشوط الثاني ممتاز. إيفان راكيتيتش. هاين كولان. وحده منفرد. روميلو لوكاكو. أتساءل مع الجمهور كيف للاعب أن يضيع كرة التعادل مثل هذه الكرات. بعد هذا الأداء الساحر كان يستحق أن يتوج أداء من خلال هذه الكرة. جوردي ألبا. إيفان راكيتيتش. أغويرو. في المنطقة يلعب على روميلو لوكاكو. شوف الحارس ايش يعمل، شوف الحارس كيف يوقف الكرة. مش معقول، مش معقول في سيناريو مجنون. هذا اللاعب متميز، يبذل مجهود غير عادي لافتكاك الكرة واستعادتها. يتعدى، يهرب على الدفاع. تسديدة على المرمى. كرة بعيدة عن الخصمات الثلاث. تمريرة ضعيفة برشا وبالتالي الكرة في حوزة الفريق الخصم. سامي خضيرة. سانتي كاتزورلا. الكرة الجميلة الأخيرة اللي كنا نشاهد فيها لم تكتمل على خير بعد تدخل المنافس. بكل بساطة رائع جدا. أوفسايد وبالتالي هدف ملغي. نعم، حكم المساعد يرفع راية التسلل. جوردي ألبا. كرة من الجانب ستلعب في تماس. جوردي ألبا. كلاوديو ماركيزيو. إيفان راكيتيتش. كرة تمشي باتجاه الحارس. مش ممكن كيف بعدها، مش ممكن كيف نجح في صدها. ركلة زاوية. أغويرو. كرة سهلة تمشي للحارس.
إيفان راكيتيتش. سانتي كاتزورلا. الهجمة كانت منظمة ممتازة في بدايتها، ولكن في الآخر المنافس استخلص الكرة. كرة ستعود للملعب من التماس. نينجولان. كأنهم يقدمون الكرة هدية للفريق الخصم. صفر ضربة كورن. بيكي. هنا عبد الله يظهر لي العيب في التوزيع، ليس العيب في راسية المهاجم، لأنه آخر وقت مس الكرة بالراس، بذل مجهود لكن ما وصلهاش. عصام المهاجم فقط يوقع على المحاولات، لكن أعتقد أن المحاولات التي تصل المهاجم أو طريقة وصول الكرة هي السبب الرئيسي في أن نشاهد هدف جميل أو نشاهد فرصة ضائعة. دائما علينا أن نتابع الكرة قبل الأخيرة، فهي الأهم كما يقول عن ذلك الإنجليزي. الدفاع يتدخل للركنية. تناقض كبير بين إحصائيات التسديدات والنتيجة. نعم زميلي عصام، الفريق صاحب التسديدات الأقل هو من سجل، في حين صاحب التسديدات الأعلى على قولهم أسمع جعجعة ولا أرى طحينة. لازال الامتلاك بالكرة إلى الأمام. مسك أغويرو. كرة يمنحها الحارس وهي في طريقها للشباك. أنطوان جريزمان. كرة تقطع في نصف الميدان. ما زال التعادل يسيطر على نتيجة المباراة في الدقائق الأخيرة. بيكي. هذه هي أجواء الملاعب الحماسية التي نحبها. عبد الله الفريق المضيف بهذه الأجواء لديه الفرصة، وعلى الأرجح قد تكون الأخيرة. تماما عصام، النتيجة قد تتوقف على هذه الفرصة، والجمهور يساند الفريق بكامل طاقته. أغويرو. إيفان راكيتيتش. سانتي كازورلا. كان الكرة في المنطقة وبرافو الحارس. تسديدة وكرة تمشي باتجاه المرمى. هذه هي اللحظة اللي استنيناها. جول. هدف يكد الأفضلية ويمنح السباقية مريحة للفائز. أغويرو. الحكم يصفر نهاية الماتش.